يقضي عبد إبراهيم لحول ساعات طويلة بين آلاته التقليدية، يحول الطين إلى تحف فنية، فالحال عنده سيان سواء أيام الصيام أو سائر الأيام، فقد اعتاد على ذلك في محله هنا بقرية بودوخة بعين قشرة منذ حوالي 40 سنة. جيت في 79 فتحت يسمى هنا في بلدية في عين قشرة، بديت يسمى نخدم ولقيت صعوبة، يعني مع الأول لقيت صعوبة، حتى ماشي الواحد عنده إرادة قوية ويحب الحب المهنة هذه، كنت نفشل. ومن بعد والحمد لله يسمى، ومن بعد استمريت في العمل وبديت بشوية بشوية، وجيب في الطين يسمى نسيها أنا يسمى نعيرها منها ونديرها منها، حتى لقيت الطين اللي ساعدتني وبديت نخدم ونجحت والحمد لله. الرجل الذي ورث الحرفة لأبنائه والكثير من الشباب لم يشتكي تعبها الكبير، بل اشتكى من مشاكلها الكثيرة، على رأسها دخول أواني فخارية من الجارة الشرقية. عادوا يجيبوا تاع تونس ينشروا فيها مع الطريق، هذيك لابوتري تاع تونس ثانية طرت علينا بالبزاف، سمعت، بيسكي يجيبوا بالكونتونر من تونس ويحطوا مع الطريق من الشرق للغرب، سمعت، على الطريق هذيك ثانية طرت علينا بزاف. سمعنا حقيقة نورمالمون احنا هذيك يمنعوها باش احنا نتشجعوا، المنتوج الوطني لازم يتشجع، سمعت، الصناعة التقليدية إلا كان عادوا يجيبوا من تونس اوتوماتيكمون أنا نحبس. هو نشاط لا يحفظ مناصب شغل فقط، لكنه يحفظ جزءا كبيرا من تاريخ الشعب الجزائري، تسعى سواعد للحفاظ عليه رغم كل شيء.